صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي أحبك كل اثنين. الحين صار فعلا يوم الاثنين أحبك كل اثنين، بداية أسبوع جديد، بداية جديدة للأسبوع، بداية مميزة إن شاء الله للأسبوع. مثل ما الكل يعرف إن في دولة الإمارات الحين بدأ نظام العمل الجديد، نبتدي الأسبوع من يوم الأثنين الجميل. إن شاء الله يكون بداية خير وتغيير للخير إن شاء الله، ودائما مثل ما نقول لازم نتقبل التغيير بطريقة إيجابية، ننظر بطريقة إيجابية، لأن كل تغيير يجيب مع الخير، بس علينا إحنا نتقبل هذا التغيير. وبتشوفون بعد فترة بتقولون والله صار تعودنا عليه، يمكن صار أحلى من النظام القديم، فإن شاء الله يكون تغيير خير علينا كلنا. وإحنا نصبح عليكم في بداية هذا اليوم الجميل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا من إمارة دبي، ونطلع عليكم عبر برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطلع عليكم كل يوم من الأثنين إلى الجمعة، ما في أحد من الأحد الخميس، من الأثنين إلى الجمعة من الساعة 10:07 تقريبا إلى الساعة 11 صباحا عبر إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. طبعا برنامج صحة وسعادة يناقش آخر أخبار هيئة الصحة بدبي، الخدمات الجديدة المقدمة في هيئة الصحة، نستضيف ضيوف مميزين يناقشون معنا أبرز الخدمات، أي جديد في هيئة الصحة بدبي، ويطرحون مواضيع اللي تهمكم وتعنيكم، عشان شي تواصلوا معنا عن طريق أرقام التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مثل ما تعودتوا دائما برنامج صحة وسعادة في أكثر من فقرة، في عندنا آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية، وطبعا آخر مستجدات السوشيال ميديا، بعدين بيكون عندنا ضيوف يتكلمون عن فقرة التغذية اللي أنتم متعودين عليها، والفقرة الأخيرة بتكون عن عيادة أنماط الحياة وباقات الفحص الدوري. نروح أول شيء إلى الخبر المحلي أو العالمي. الخبر يقول أطعمة تتضمن فيتامينات لتقوية الأعصاب. قال المركز الاتحادي للتغذية أن مجموعة فيتامينات ب تلعب دورا محوريا في تمتع الأعصاب بالصحة، حيث أنها تقي من العصبية والخوف والنسيان والارتباك والتوتر النفسي والاكتئاب. وأوضح المركز الألماني أن مجموعة فيتامينات ب تشمل فيتامين B1 الذي يحمي من الارتباك وفقدان الذاكرة، وأيضا من التقلبات المزاجية، وتتمثل مصادره الغذائية في الحبوب الكاملة وفول الصويا والبقوليات. ويساعد الفيتامين B6 في الوقاية من الأرق والعصبية والتهيج والقلق، كما أنه يمنع الاكتئاب، وتتمثل مصادره الغذائية في الأرز والموز والأفوكادو. وفيتامين B9 المعروف أيضا بحمض الفوليك اللي وايد منا يعرفه أو يسمونه الحبة البرتقالية الصغيرة، يحمي من التوتر النفسي، وتتمثل مصادره الغذائية في الخضروات الورقية الخضراء. أما فيتامين B12 المعروف عندنا وايد نستخدمه، يعمل على الوقاية من التعب المزمن والقلق الداخلي، وتتمثل مصادره الغذائية في منتجات الألبان مثل الزبادي والجبن. مثل ما نشوف هذا الخبر يطرح موضوع الفيتامين ب وأهميته لتقوية الأعصاب، وكيف الفيتامينات تؤثر حتى على صحتنا النفسية وليس على صحتنا الجسدية فقط، ففي فيتامينات ب تؤثر حتى على الاكتئاب وعلى الأمراض النفسية وعلى القلق وعلى التوتر، فيجب أن نحرص أن تحتوي وجبتنا الغذائية على كافة العناصر الغذائية مثل ما ينصح فيه أخصائي التغذية، اللي هو الطبق الصحي اللي يحتوي على كل المكونات الغذائية. وطبعا لما نقول عن الفيتامينات دائما السؤال المطروح هو هل يجب أن نأخذ الفيتامينات عن طريق المكملات الغذائية أم نأخذها من مصادرها الطبيعية؟ ودائما نقول أخذ الفيتامينات المعادن الأملاح من مصادرها الطبيعية أكيد أفضل، لأن رقم واحد أن تستفيد من أكثر من عنصر من نفس المصدر الغذائي، رقم اثنين أي شيء من مصادرها الطبيعية أكيد يكون أفضل لجسمنا، فدائما احرصوا على أن تحتوي وجبتكم الغذائية على كافة العناصر الغذائية. وبما نقول عن المكملات الغذائية أيضا، دائما نصيحتنا لكم إن نحن
لا مثل ما يقول ما نتحمس في تناول المكملات الغذائية. ما شاء الله في ناس صيدلية بيتها تتكون مكملات غذائية مختلفة، هذا الشعر، هذا الأظافر، هذا العيون، هذا الرموش، هذا وايد يكون في مكملات غذائية. يعتبرون المكملات الغذائية مثل يعني ما منها خطر لو أنا أخذت منها بكميات أو مكس بين أنواع المختلفة، لكن نحن ننسى أن كل مكمل غذائي، صح أن نسميه مكمل غذائي، لكن كلها تحتوي على نسم المعادن والأملاح والفيتامينات، زيادتها قد تسبب رد فعل عكسي في جسمنا، بدل ما احنا نستفيد منه ممكن ننظر منه. فنحرص دائما يا جماعه ان نحن لا نخلق هذا الكوكتيل من المكملات الغذائيه على اساس انه عادي يعني ينباع من غير وصفه طبيه وموجود في كل مكان، حتى متلاقون في السوبر ماركت موجود وعادل وخلط هذا مع هذا، لان نتذكر ان كل المكملات الغذائيه نحتاج منها فاص يعني عشر من الجرام، يعني مايكرو جرام نحتاج منها. فتخيلوا انتم قاعد تاخذون اكثر مكمل غذائي، وكل مكمل غذائي قد يكون فيه نفس الفيتامين، فلا تمكسون. ومن الخبر نروح إلى السوشيال ميديا، وأكيد زميل أسماء الجناحي رئيس قسم الإعلام الصحي بالإنابة بتعطينا جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صبحتم الله بالنور، السرور عليكم دكتورة وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء، شو ما هو جديد السوشيال ميديا؟ أول شيء أحب أقول صباح الاثنين اللي أحب كل اثنين، وصباح بداية أسبوع أول مرة كنت أو يوم الاثنين. نعم شوية خربطنا الصبح بس عقب ضبطنا الأمور. فنحن نقول يعني ذكرة وبقول ذكرة ندى صباح الاثنين اللي يحبونه كل اثنين. ممتاز. نعم أنا الحين فعلا يحبك كل اثنين، اللي ما يختلف على حب اثنين حتى. أني من ضمن الأشياء اللي كنا حاطين قنوات التواصل الاجتماعي خلال العطلة نهاية الأسبوع وعطلة رأس السنة الميلادية، أول شيء كان هناك فريق من هيئة الصحة بدبي تقريبا كان في منطقة احتفالات رأس السنة، كان في مستشفى وفي نقطتين طبيتين لتأمين المنطقة الطبية. تقريبا كان 49 طبيب ممرض وإداري كانوا يشتغلون في منطقة احتفالات رأس السنة في دبي، يعني في منطقة برج خليفة. ممتاز. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها قبل السفر نصائح وايد مهمة لي يعني قبل ما الشخص يسافر، من أهم النصائح هي تلقي الجرعة الداعمة من لقاح COVID-19، وأيضا أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية قبل أسبوعين من السفر، واختيار الوجهة السفر الأقل خطورة. يعني في مجموعة كبيرة من النصائح أنهم يدخلون حساب قنوات التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة وأنهم يقرون هاي النصائح، لكن أهمها هاد الثلاثة اللي قلنا لكم. أيضا كنا حاطين نحن نشجع الجميع على استخدام الطرق الذكية اللي موجودة في هيئة الصحة لخدماتنا الذكية وأيضا خدمة طبيب لكل مواطن. لذلك كنا حاطين خطوات سريعة للتسجيل وربط البطاقة الصحية في تطبيق هيئة الصحة بدبي خطوة بخطوة. كل اللي عليهم أنهم يدخلون وأنهم يتبعون الخطوات الموجودة. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها قنوات التواصل الاجتماعي هي نصيحة لي أو مثل نقول تعميم، إنه يقول التالي: عزيزنا المتعاون، نود التنويه إلى أنه اعتبارا من يناير 2022 سيتم تغيير أوقات العمل في بعض عيادات هيئة الصحة بدبي. سوف تصل رسالة نصية بالمواعيد الجديدة من خلال رسالة نصية، أو ممكن تأكد من الموعد من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي DHAR. ممتاز. تقريبا هالنصائح والأشياء اللي كانت قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. وعساك دومي أسماء بصحة وسعادة. شكرا لك ونهارك سعيد. مثل ما قالت لكم أسماء بخصوص اختيار وجهات السفر شيء جدا مهم، نحن نختار الوجهات مثل ما يقولون على القائمة الخضراء، يعني نختار الدول هاي نسي نستانس، لكن نحرص أوش على أخذ التطعيمات حسب توصيات العالمية بخصوص البلد اللي بنصير بنزوره، وأكيد أخذ تطعيم الكوفيد إذا ما أخذين جرعتين، خذ الجرعة الداعمة. إذا دخلتوا صفحة هيئة الصحة بدبي في الإنستغرام بتلاقون هناك بوست مخصص لأنواع التطعيمات المختلفة، لأن أدري الناس شوي قامت تتخربط لأن ما شاء الله وايد في تطعيمات، وهل نأخذ جرعة داعمة وكم جرعة داعمة وغيرها، فبتشوفون بوست متكامل عن كل تطعيم ومتى تأخذون الجرعات الداعمة. لا يعني بالعادة إذا قلنا اثنين فايز أخذتوا
اثنين فايزر بعد ستة أشهر تاخذون جرعة داعمة، والمتعاملين بدأت توصلهم أصلا رسائل نصية بالجرعات الداعمة يعني تشجعهم على أخذ الجرعة الداعمة. إذا ماخذين اثنين سينوفارم تاخذون اثنين فايزر، وهكذا. بتلاقون البوست في صفحة الانستغرام التابعة لهيئة الصحة بدبي، دائما تابعوا صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لهيئة الصحة بدبي، سواء كان بالفيسبوك بتويتر بالانستغرام، لأن دائما أسرع طريقة مثل يقولون لنشر الخبر أو تحديث الأخبار هي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا رح نطلع إن شاء الله فاصل، قبل الفاصل بس أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا فقرة جدا مهمة، هي التخطيط للوجبات الصحية. وحسنا حين مع الدوامات الجديدة نحتاج نخطط للغداء اللي بنشلنا معنا الدوام، لأننا بنكون قاعدين في الدوام لوقت شوي متأخر، فبنخلي إن شاء الله الأستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية تعطينا بعد أفكار شو ممكن نشيل غدا معانا الدوام عشان يكون تخطيط سليم لوجباتنا الصحية. فإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا أن التغذية الصحية والالتزام بنمط الحياة الصحي من الأمور التي نسعى إليها جميعا للحفاظ على صحتنا والوقاية من الأمراض المحتملة خلال مراحل العمر المختلفة. في فقرة التغذية لهذا اليوم سنتحدث عن التغذية الصحية والتخطيط للوجبات الصحية، ويسرنا يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد يا نجلة. صباح النور والسرور دكتورة ندى والجميع المستمعين. حياك الله وحياك الله، خصوصا في أول حلقة من صحة وسعادة في أول اثنين من عام 2022. إن شاء الله تكون سنة خير علينا كلنا. إن شاء الله إن شاء الله نقولهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سنة خير يا رب مليئة بالأفراح والمسرات والإنجازات يا رب. إن شاء الله إن شاء الله. أول شيء نجي نتكلم عن أهمية التغذية الصحية ودورها في الوقاية من الأمراض المختلفة. التغذية الصحية وايد مهمة، خاصة للناس اللي تعاني يعني اللي يعانون من الأمراض المزمنة واللي يبون يعني يقون نفسهم الأمراض المزمنة. تعرفين دكتورة لو في حالات في البيت يعني مثلا لا سمح الله الوالدة اليد يعني خلاص يكونون اللي باجين عرضة لأنهم يأخذون الأمراض هاي، خاصة أن بعض الأمراض المزمنة مرتبطة بالوراثة. يعني النبه اللي يعني هم شايفين الحالات هذه كيف يقول نفسهم لما يتبعون نظام غذائي صحي متوازن، مو معناته مثلا في حد مصاب بالبيت انا ما انصاب بهذه الامراض المزمنه مثل السكر وضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الامراض القلب. لا، احاول اتبع نظام غذائي صحي متوازن يشتوي على جميع العناصر الغذائيه المهمه، وفي نفس الوقت اهميتها يعني انها تحد من خطوره يعني الاصابه بهذه الامراض وتمنع الاصابه اذا انا اتبعت نظام غذائي متوازن، وأتبع مثلاً حسب توصيات الطبيب المعالج إذا كان في عوامل خطورة أو إذا شيء، فأحاول أتبع النظام وأمشي على نمط حياة صحي. ممتاز. دائماً طبعاً نجلح دائماً نطمح أننا يعني نتناول أكل، خلينا نقول أكل صحي يحتوي على كافة العناصر الغذائية، يكون متوازن، يساعدنا في الحفاظ على وزننا وحتى إنزال وزن يعني إذا واحد يبين ينزل وزنه. فكيف نقدر نخطط لوجبات الصحية؟ إن صراحة يفكر وجبات صحية أقول تعالي قصصي 10 طماطات و10 خيارات وايد متعب، بس أنا أحس أخصائي التغذية دائما يبسطون الموضوع يعني يقول الأكل الصحي ما يبالي وايد تعب، فنحن كيف نقدر نخطط للغذاء الصحي؟ نرسم الطبخ الصحي تبالنا يعني مثلا دائما اخلي انا دائما الطبق الصحي للفطور للغداء وللعشاء. تقسيم الطبق الصحي هذه شو نوع الخضروات اللي مثلا اقدر اتناولها الصبح؟ يعني مثلا الصبح ممكن اخذ لي احط لي خس مع سندويشة جبن او سندويشة بيض، لازم ادخل خضره. اذا ما دخلت احاول اعطي مثال شوي خضروات مطبوخه حتى لو مو مع الفطور، مثلا بعدين البروتين على سبيل المثال يعني مثلا بيض الجبن هالاشياء. فأحط الخطة في بالي دكتورة وأحاول أني أنا أشوف الحصة الغذائية الكمية اللي أنا أتناولها، يعني مثلا فترة الصبح نقول بيضة أو جبن، أنا أعطي أمثلة
وجبة الغداء أحدد تقسيمة الطبق الصحي بحيث أن نصف الطبق يكون مثلا خضار، الربع مثلا يكون بروتين من الدجاج السمك اللحم، الربع الثاني نقول المجموعة اللي هو الكربوهيدرات ونشويات العيش، قايس على كمية العيش. أنا بس أحب أركز على الوصفات الصحية، يعني طريقة الطبخ دكتورة، لأن أنا ممكن أحط الوجبة قدامي بكميات قليلة بس تكون طريقة الطهي يعني مو صحية، مكثرة زيوت، مكثرة يعني ما مدخلة فيها خضروات. فطريقة الطهي وإني أنا أختار الوصفات الصحية من بداية يعني خلاص تخطيطي للوجبات الصحية، شو المكونات اللي أنا بشتريها من برا، وشو المنتجات الغذائية اللي بجيبها، أراعي فيها قراءة بطاقة البيانات الغذائية، أشوف الاختيارات الصحيحة، تقسيم الوجبات، أدور على وجبات تكون صحية ومشبعة في نفس الوقت، البدائل الصحية اللي تناسبني، من هنا يكون التخطيط. ممتاز. أنت دائما تذكرين الطبق الصحي والعناصر الغذائية، فنعرج على السريع الطبق الصحي كيف نوزع فيه العناصر الغذائية المختلفة بما يتناسب طبعا تقاليدنا في الإمارات، طريقة أكلنا، نوعية أكلنا، فكيف نوزع الطبق الصحي؟ شو العناصر لازم نحرص عليها في الطبق الصحي؟ أول عنصر بذكر مهم البروتين. البروتين مهم لأن في ناس وايد تهمل البروتين، يعني مثل ما ذكرنا من البيض، الدياي، السمك، اللحوم، نقول قليلة الشحوم. البروتينات مهمة نشملها، حتى يعني مصادرها في الأجبان أو حتى البقوليات كبروتينات نباتية، فهذا يعني يعتبر أهم عنصر غذائي يساعد على فترة شبع لفترة أطول. الكربوهيدرات عندنا نشويات مثل العيش، الخبز، المعكرونة، هالأشياء مهمة لأنها تمد الجسم بالطاقة وتعتبر يعني أهم مصدر من مصادر الطاقة الكربوهيدرات، لكن أحاول أقلل كميتها، يعني أكلها باعتدال ما أكثر منها وايد. نقول دكتورة بعد الدهون، يعني مو معناته إني أنا بتبع نظام صحي خلاص يعني أمسح الدهون من النظام هذا أبدا. صحيح. الدهون الصحية مهمة، يعني نقدر نقول زيت الزيتون، زيت جوز الهند، عندنا المكسرات تحتوي دهون صحية، الأسماك، فأنا أحاول أدخل الدهون في النظام الغذائي لكن بكميات قليلة كونها تحتوي على سعرات حرارية عالية. هذه أهم ثلاثة عناصر أو ثلاث مغذيات كبرى. الباقي نحن نعرف الفيتامينات والمعادن، وكذلك ما ننسى الماء. هالمكونات لازم يحتوي نظامنا الغذائي الصحي عليه والطبق الصحي في هذه المكونات الأساسية، ونقول الفيتامينات والمعادن موجودة في الخضروات والفواكه وفي المغذيات الأساسية كذلك. ممتاز. بما نذكر احنا مكونات الطبق الصحي، فدائما الأسئلة تتكرر، احد الأسئلة تتكرر، هل ناخذ الحليب والأجبان قليلة الدسم، كاملة الدسم، او منزوع الدسم؟ يقول لك لو انا اسوي رجيم لازم اخذ قليل الدسم، فاحنا دائما هالسؤال يتكرر، فانت شو رايك بخصوص منتجات الحليب؟ هل يجب تأخذ كامل الدسم او قليل الدسم؟ انا منزوع الدسم احس وايد، يعني اذا ها أحس ما في طعم، ماي، تحسه كانه ماي، بس هل تنصحين ياخذونه كامل الدسم او قليل الدسم؟ انا من رايي دكتورة نبتعد عن منزوعة الدسم، وقليلة الدسم اخذها لاسباب الناس اللي تعاني من السمنه وزياده الوزن يعني، وحابه بس تنزل في هالفتره، لكن كامل الدسم يعتبر خيار صحي كذلك لانه يحتوي على عناصر غذائيه مهمه، يحتوي على نسبه دهون، وما شيء فرق بينهم يعني في فروقات كبيره. صح. نقول خلاص اني انا بمنع باخذ قليل الدسم بينزل وزني يعني بالضبط. فرق السعرات الحرارية بسيط بين كامل الدسم وقليل الدسم، لكن نحتاج الدهون في كامل الدسم عشان امتصاص الفيتامينات، خصوصا فيتامين دال. فعلا، وحتى للعظام والمفاصل، للجسم بشكل عام، يعني نحتاج حتى للفيتامينات اللي ذايبة في الدهون، يعني هالأشياء نحتاجها. نحن ناخذ الحليب إذا كان مثلا كوب أو كوبين في اليوم، فما يمانعني أنا أستحدث كامل الدسم. صحيح صحيح. أستاذة نجلة، بما تعرفين حين ما شاء نظام الدوامات الجديد، صار دواماتنا شوية أطول، فإحنا أكيد بنشيل معنا شوية غدا، يعني ما يمدينا الوقت نروح نتغدى في البيت، فنعطي على السريع يعني شو الأكل ممكن إحنا نشيله معنا المكتب ويتم، تعرفي من الصبح لين الظهر بيتم معنا، شو يعني شيء يستحمل وفي نفس الوقت يكون يعني ما يسوي زيادة الوزن ما شاء الله، يعني وردي الناس في المكاتب من تيلس لما تطلع قاعد تاكل، على الاقل غدا يكون متوازن. فشو نصيحتك، شو الوجبات اللي ممكن احنا نشيلها معانا للمكاتب؟
هي نحن هنا لازم نأكد يعني على الموظف أن يتناول وجبة الفطور من البيت، يعني يحاول يأخذها، وإذا ما تناولها يأخذها معه وتناولها، يعني يحطها في الحقيبة الغذائية بس تكون صحية. لما يشيل معه دكتورة يقدر يشيل معه مكسرات، فواكه مجففة، بين يعني على ساعات الدوام مثل ما ذكرتي نظام العمل الجديد هذا نحتاج نحن ناخذ طاقة. يعني أنا ما ينفع يعني خلاص طول اليوم من غير ما أكل شيء بس أقعد أتري لين وجبة الغداء، هني ممكن يصير خلل في الوزن. الأشخاص اللي تترك يعني الأكل يعني فترة طويلة تركز على الوجبة اللي بعدها تأكلها بزيادة كميات أكبر. طريقة اختيارنا للوجبات يعني في وجبات خفيفة الدوام، الفواكه، الخضار، أصابع مثل ميزر، أصابع خيار، مكسرات، فواكه مجففة، التمر، نشرب المنبهات بس بكميات قليلة، ممتاز. يعني مثلا ما نكثر 3 أكواب، أكثر عن 3 أكواب قهوة أو شاي في اليوم، يعني نحاول نقلل شربنا المنبهات لكن كميات معتدلة. ووجبة الفطور أساسية، يعني إذا ما تناولها الشخص من المنزل ياخذها معه ويتناولها في ساعات العمل، يعني الصبح قبل الساعة 8، يعني هاي أنسب فترة وجبة الإفطار، وتليها طبعا الوجبات الخفيفة يعني عقب 3 ساعات، عقب 4 ساعات. إذا بيتغدون في ناس ممكن بعد تفضل أنها تتغدى بالدوام، يعني ما تبي تأخر وجبة الغداء بس ترجع، بس نقولهم يعني اختاروا الاختيارات حي حسب الطبق الصحي، حتى لو يبونه وياهم من المنزل ويسخنونه وعاد يأكلونه بالدوام. وإذا يرجعون بس أهم شيء لما يعني ما تصير خربطة، يعني صار مرات نيرسه ممكن يخربطون ممكن يأكل أي شيء. فمثل ما قلتي لازم ناخذ معانا سناكات صحيه او قليل، خلينا نقول قليله الدسم ناخذها معانا الدوام، لان الشغل والقاعده في المكتب تشجع ان الواحد ياكل، يعني مرات حتى من الملل الواحد يبقى ياكل اي شيء، فمهم يكون احنا ماخذين معانا سناكات تكون صحيه ما تزيد الوزن. يعني نبهها من شرب الماء، لان دكتور ما يشربون الماء، يعني خلاص الناس في البرد تشعر انه يعني خلاص انخفاض درجه الحراره، ما يعرقون في يحسون خلاص ما يبغون يشربون الماء. هذا المخرج نمر يقول بعد، هو بعد روح ما شكله يقول لي ما يشربوا ماء طول اليوم. فحطوا دائما دبة الماء قدامكم عشان تتذكرون تشربون الماء. ودائما تذكرون يذكر خصائص التغذية، مو لازم نتريه نعطش، لازم دوريا نشرب ماء خلال اليوم، نوزع الماء خلال اليوم قبل ما نحس بالعطش. هذا اللي يشرب العطش ما عنده جفاف خلاص. صح. يعني هو وصل لمرحلة جفاف فياس يشعر بالعطش، لكن من غير ما نشعر بالعطش نشرب الماء، ينظم حرارة الجسم خاصة في فصل الشتاء. صحيح. يقلل الشعور حتى بالكسل والخمول والإجهاد، يخفف السموم من الجسم، يعالج مشكلات الإمساك، يمنع الاحتباس سوائل في الجسم، لأن دكتورة في ناس تعاني من احتباس سوائل، قلة شرب الماء، الجفاف أو حتى الخربطة بالأكل، هذه ممكن يصير لهم احتباسات. لكن الماء هذا يساعد انه يطرد السموم ويعالج مشكلات المعده ويحافظ على صحه المعده ويمنع احتباس السوائل في الجسم. ممتاز. شكرا لك استاذه نجله درويش، اختصاصيه التغذيه العلاجيه بهيئه الصحه بدبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص التخطيط للوجبات الصحيه، ونحن نطالب انكم تسوون على انستغرام هيئه الصحه افكار لوجبات غداء وكيفيه تحضيرها بطريقه صحيه وطريقه حفظها بطريقه صحيه عشان نقدر نشيل غذانا معنا الدوام ان شاء الله كل يوم. ممتاز دكتوره، بالعكس يعني افضل نحن نشجع العادات هذه، لان في ناس ممكن ليش اشيل معي، لا بشتري من الناس، لا عادي خذوا معاكم الوجبات الصحية اللي تناسبكم أنتم، في نظام يناسبكم ما يناسب غيركم، فبالعكس نحافظ من هالناحية ونعرف. بعد دكتور حبيت أوجه نصيحة أخيرة، أنهم لازم الأشخاص يحاولون يسوون حتى فحوصات دورية، يتابعون مع الأطباء عشان إذا كان في مشكلة من البداية، خربطة كوليسترول، دهون ثلاثية أو شيء، تفادونها عن طريق اتباعهم لنظام غذائي صحي متوازن. ممتاز ممتاز، شكرا لك استاذة نجلة درويش مداخلتك معنا اليوم، ونهارك سعيد. نهاركم سعيد. طبعا انا نفسي روحي اتريا، يعني يسوون لنا شي فقره تغذويه حلوه من اخصائيه التغذيه في هيئه الصحه بدبي، ما شاء الله عندهم خبره وايد كبيره في كيفيه تحضير الوجبات وكيفيه الحفاظ على الوجبات لما نودي معنا الغداء للدوام، لان احنا يا قوت امي ايش كذا تطلبون من برا، ايش كذا تطلبون من برا.
أعتقد كل الأمهات يعني يشكون كثير ما نطلب 4 ساعة دليفري رايح رايح. فنبغى نسوي حضر وجبات لذيذة صحية في البيت فيها العناصر الغذائية المفيدة تساعدنا أن ما يجد وزننا وإحنا قاعدين في المكتب، وفي نفس الوقت نأخذ كل العناصر الغذائية وتكون وجبة لذيذة وحلوة وتدفينا إن شاء الله في الجو البارد. إحنا نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بنكون مع الدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة بيكلمنا عن عيادات أنماط الحياة، فقوا لا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طبعا ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الجانب الوقائي وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية الشاملة للمرضى، حرصت هيئة الصحة بدبي على توفير عيادة متخصصة بأنماط الحياة تقدم خدماتها المتعددة للمتعاملين من خلال نخبة من الكوادر الطبية والتمريضية. للحديث عن هذه العيادة وما تقدمه من خدمات متميزة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الدكتور صلاح ثابت أخصائي طب الأسرة بقطاع الرعاية الصحية الأولية. صباح الخير دكتور صلاح. صباح النور والعافية. هلا فيك، حياك الله. الله يحييك. وأنا أحب بعد أرحب بضيوف اليوم، حياك الله في أول اثنين من عام 2022 وأول اثنين في هذا الأسبوع. الله يجعلها سنة خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. دكتور صلاح، أول شيء نتكلم يعني مستمعين لما يسمعون عيادة أنماط الحياة ممكن في ناس ما تعرف شو خدمات هالعيادة، ففكرة عامة عن العيادة وأهميتها في تعزيز الوقاية من الأمراض. إنزين، أولا عيادة أنماط الحياة الصحية لازم يعرفونه بشكل عام، هدفها الأساسي الوقاية من السكر عند الأشخاص اللي ما عندهم سكري ولكن عندهم خطورة للإصابة بالسكري. العيادة عبارة عن 3 في 1، يعني 3 تخصصات في عيادة واحدة، طبيب أخصائي زائد مثقف صحي زائد أخصائي تغذية. يعني بدال الشخص ما يأخذ موعد عند كل واحد بروحه، جمعنا لهم يوم 3 في عيادة واحدة يمر عليهم 3 أيام في نفس اليوم في نفس الموعد. ممتاز. شو الخدمات والباقات اللي تقدمها هذه العيادة، وخلينا نقول من هو مفروض يكون الشخص المستفيد من عيادة أنماط الحياة؟ ممكن حد يقول لك إنزين شو الفرق بين عيادة السكري؟ أيوة، احنا قلنا طبعا الأشخاص اللي ما عندهم سكري ولكن عندهم خطورة للإصابة بالسكري، فاللي بياخذون تحويل على هالعيادة يكونون من الأشخاص اللي فحوصات الدم أو فحص السكر عندهم في مرحلة ما قبل السكر، فحص التراكمي يكون ما بين 5.7 إلى 6.4، أو فحص سكر الصيام يكون ما بين 100 إلى 125، فهاي اللي يسمونهم هاي ريسك أو اللي هم المجموعة عالية الخطورة للإصابة بالسكري، أو يكون عندهم معدل كتلة الجسم، طبعا معدل كتلة الجسم يعتمد على الوزن والطول، فيكون فوق 25، يعني يكون عندهم زيادة وزن أو سمنة، فهايل هم اللي يأخذون تحويلة من عند الأخصائي طب الأسرة يتحولون على عيادة أنماط الحياة الصحية. طبعا الخدمات اللي نقدمها في عيادة أنماط الحياة الصحية بخصوص احنا قلنا 3 تخصصات، فعند الطبيب يتم عمل لهم فحص شامل، فحوصات دم إذا احتاج الطبيب أن يسوي أشعة صدر، تخطيط قلب، يعني فحص شامل. بالنسبة لي المثقف الصحي يعطيهم توعية بالنسبة للنشاطات البدنية اللي ممكن يمارسونها والطريقة الصحيحة لممارسة النشاطات البدنية والطريقة الأنسب لكل شخص. وبالنسبة لي أخصائي التغذية طبعا في جهاز لقياس نسبة الدهون ونسبة العضل ونسبة الماء في الجسم، وبعدين يمشي ويا كل شخص مع خطة غذائية معينة. ممتاز. كيف تتم المتابعة؟ يعني المتابعة في العيادة تكون كل 6 شهور، كل 3 شهور، للتأكد من إن طبعا هدف من العيادة مثل ما شرحت دكتور صلاح إنه الشخص اللي عندهم خطورة للإصابة بمرض السكري، فأنتوا قاعدين تتدخلون مبكرا لتقليل خطر إصابته بمرض السكر. فإيش كثر تتابعون المريض؟ يعني هل أسبوعيا، شهريا، كل متى يكون عنده متابعة؟
نعم بالضبط، مثل ما قلنا الهدف الأساسي هو الوقاية من مرض السكري. طبعا قلنا في البداية الموعد يكون أو أول موعد يكون عن طريق تحويله من عيادة طب الأسرة، وبعدين عندنا مبدئيا نعطي موعد أول مرة بعد شهر على أساس نشوف نتائج فحوصات الدم وغيرها اللي سويناها، وبعدين كل 3 شهور على أساس نعطي الشخص فرصة إنه يغير في أسلوب حياته في نمط حياته، عشان كذا سميناها عيادة أنماط الحياة، فإنه يلتزم في غذاء صحي أو نمط صحي معين، وأهم شيء طبعا الاستمرارية في هذا النمط. ممتاز. مبدئيا بعد شهر وبعدين كل 3 شهور. بعدين كل 3 شهور. نتكلم عن الفحوصات اللي يتم إجراها المريض لما يجي في هالعيادة، شو الفحوصات الأساسية، فحوصات الدم الأساسية اللي تطلب له؟ بشكل عام قلنا الفحص الشامل يشمل فحص الدم اللي هو قوة الدم، بالإضافة إلى إنزيمات الكبد، وظائف الكلى، فحص السكر التراكمي قلنا، فحص الصيام، فحص الكوليسترول، فيتامين دال، ممكن نسوي تخطيط قلب، أشعة صدر، فيعتبر فحص شامل، ونشوف شو النتائج، وحسب النتائج يتم اتخاذ القرار فيما بعد. ممتاز. بس نذكر المستمعين دكتور صلاح، العيادة تقدم خدماتها في أي من مراكز الرعاية الصحية؟ نعم، حاليا العيادة في مركزين صحيين، في مركز البركة الصحي ومركز مد الحمر الصحي، وهي العيادة تقريبا مرتين في الشهر، يعني كل أسبوعين مرة. ممتاز. مش بشكل يومي. مو بشكل يومي. دكتور صلاح، تذكرت الفحوصات اللي نسوونها للمرضى في عيادة أنماط الحياة، وبعد نعرج على السريع على أهمية الالتزام بالفحص الدوري للكشف المبكر عن الأمراض المحتملة. نعم، في برضه عندنا الفحص الدوري اللي يتم كل 2 سنين، يكون برضه فحص شامل، فحص دم شامل لكل شخص تقريبا يمر عندنا في العيادة ويرغب أن يسوي هالفحص، على أساس إذا لا سمح الله كان في أمراض يتم التعامل معها مبكرا قبل لا تبدأ مضاعفات هاي الأمراض، سواء أمراض السكر أو الضغط أو الكوليسترول أو أي نوع من الأمراض المزمنة. فدائما ننصح الأشخاص أن يلتزمون بالفحوصات الدورية، وعلى أساس النتائج يتم مثل ما قلنا التدخل المبكر. ممتاز. شكرا لك دكتور صلاح ثابت، أخصائي طب الأسرة بقطاع الرعاية الصحية الأولية، مداخلتك معنا اليوم بخصوص عيادة أنماط الحياة. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا. شكرا. مثل ما تفضل دكتور صلاح، عيادة أنماط الحياة مخصصة للناس اللي عندهم خطر الإصابة بمرض السكري، يعني الناس اللي الحين ما عندهم سكري لكن نمط حياتهم زيادة في الوزن، السكر تراكمهم يعني عالي شوية لين 6.4 مثل ما ذكر دكتور صلاح، عنده عوامل خطورة معينة تزيد من خطر إصابتهم بمرض السكر، فإحنا ما نتريع عليهم إلى أن يصابوا بمرض السكري مع مضاعفاته والأدوية، لكن يتم التدخل مبكرا. وعيادة أنماط الحياة ترى فيها خلينا نقول فريق متكامل، يعني في طبيب، في ممرض، وفي مثقف صحي، وفي أخصائي تغذية، وكل هذيلة يتعاونون ل خلينا نقول تغيير نمط حياة المريض، عشان شي يسموها عيادة أنماط الحياة، لأن عيادة أنماط الحياة ما توصف بالعادة أدوية، مو هدفها الأساسي وصف الأدوية، لكن تعديل نمط الحياة للمريض أو للمتعامل لتقليل خطر الإصابة بمرض السكر. مثل ما اللي تابعنا دائما في صحة وسعادة يسمع، نمط حياتنا هو أحد العوامل الرئيسية التي تسبب زيادة خطر الإصابة بكثير من الأمراض، أمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والكوليسترول والأمراض النفسية وغيرها وغيرها وغيرها، متعلق بشكل مباشر بنمط حياتنا. فعشان شي دائما تلاقون في صحة وسعادة احنا وايد نركز على موضوع نمط الحياة، ولما نستضيف أخصائي التغذية الهدف من استضافتهم من هما يعطونكم النصايح اللي تحتاجونها لتحسين نمط حياتكم، لجعل نمط حياة صحي أكثر، يقيكم من الإصابة بالأمراض، يقلل خطر الإصابة بأمراض معينة، وأيضا يحميكم من مضاعفات أمراض أخرى. ومن عيادة أنماط الحياة وأحد وجزء من نمط حياتنا اليومي اللي هو النوم، وشفت اليوم دراسة
جميلة تقول إن أفضل ساعة للنوم خلال اليوم هي بين 10 و11 وأنام الساعة 9 لازم أخر قاعدي ساعة واحدة. فقد يكون الالتزام بساعة معينة من النوم أحد أسهل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. شو كنا نقول توعنا أنماط الحياة؟ حتى التزام بوقت النوم يقيكم من الإصابة بأمراض القلب. وتوصلت دراسة جديدة إلى أن النوم بين الساعة 10 و11 مساء يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب. وجد الباحثون في الدراسة التي تم نشر نتائجها في مجلة القلب الأوروبية أن أولئك الذين ذهبوا إلى الفراش في وقت متأخر في منتصف الليل أو بعد ذلك لديهم مخاطر أعلى بنسبة 25% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأقرانهم الذين ذهبوا إلى الفراش بين الساعة 10 و11 ليلا. بالنسبة لأولئك الذين هم في مكان ما في الوسط يميلون إلى النوم بين الساعة 11 ومنتصف الليل يعني 11:30-11:15 كان خطر إصابة مرض القلب أعلى بنسبة 12% مقارنة باللي ينامون بكير بين الساعة 10 و11. يعني ينامون بين 10 و11 تقل عندهم خطر الإصابة، بين 11 و12 12% عندهم خطر، بعد 12 يكون خطر الإصابة 25%. من النتائج الأخرى المثيرة للاهتمام التي توصل إليها الباحثون أن الخطر يتربص أيضا بأولئك الذين ينامون في وقت مبكر. ما أعرف شو أقوله بعيد، أنا نام الساعة 9 وارتفع الخطر بنسبة 24% لأولئك الذين ينامون قبل الساعة 10 مساء. لا يا جماعة، لازم كلنا نغير وقت نومنا، نخلي بين 10 و11، مما يعني إذا كنت ترغب في استغلال وقت نومك لصالح صحة قلبك في المستقبل فلديك فترة زمنية محدودة للغاية ومحددة للنوم كل يوم. وتستند هذه الدراسة مستندين على بيانات تم جمعها على مدار 7 أيام حول عادات النوم والاستيقاظ لأكثر من 88,000 مشارك، يعني مو عدد بسيط. والدكتور ديفيد فلينز من جامعة أكستر اللي كتب هالدراسة يقول يشير بحثنا إلى أن وقت النوم الأمثل يكون في نقطة محددة في دورة الجسم المكونة من 24 ساعة، وأي انحراف عن هذا الجدول الزمني قد ممكن يكون له أثر سلبي على الصحة. واعتبر أن أخطر وقت للنوم هو بعد منتصف الليل لأنه يقلل من فرصة التعرض لضوء الصباح، والتعرض له هو ما يعيد ضبط ساعة الجسم. يعني البروفيسور شي يقول إن الناس اللي تنام بعد منتصف الليل طبعا تنش متأخر صباحا أو تصحى متأخرا، بالتالي يقل فترة تعرضها لضوء الصباح، وطبعا ضوء الشمس هو اللي يساعدنا على ضبط منبه الجسم. وتابع فلينز أن على الرغم من أن النتائج لا تثبت السببية، فأن وقت النوم يظهر من الدراسة كعامل خطر محتمل لأمراض القلب الذي يقب بشكل مستقل ولا يرتبط بعوامل الخطر الأخرى أو خصائص النوم الأخرى. وأوضح أنه إذا تم دعم النتائج التي توصلنا إليها بمزيد من البحث فإن تحديد موعد النوم والحفاظ على عادات النوم الأساسية قد تكون تدابير وقائية منخفضة التكلفة ستنجح في تقليل مخاطر إصابة بأمراض القلب لدى عامة الناس. فيا جماعة يعني أهمية النوم ما تخفى على حد، ودائما أحد الأسئلة دائما نسأل إحنا للمرضى خصوصا عندهم قلق توتر اكتئاب يكونوا مستوى نشاطهم منخفض، حتى البشرة الجافة، تساقط الشعر، عدم نمو الشعر بشكل جيد، من الأسئلة دائما نسألها كيف نمط النوم. فالنوم هو الفترة التي يتجدد فيها الجسم، الخلايا تبدأ تطرح الخلايا القديمة وتنتج خلايا جديدة. وحن بعطيكم كم من نصيحة عشان نستفيد استفادة قصوى من النوم، ترى مو بأي نوم يعني، مو بس أن الواحد يكون مغمض عينه ونايم في السرير 8 ساعات أو 9 ساعات يعني يكون قد حصل على مثل يقول جودة ممتازة للنوم، يجب أن نحرص على جودة النوم بعد. حن بعطيكم كم من نصيحة. طبعا هذا البروفيسور بعد ذكر ضمن الدراسة أن الالتزام بوقت محدد للنوم أحد أهم الأسباب للأرق اللي هو عدم الانتظام في وقت النوم. يعني اليوم ينامون 9 باكر 12 وباكر 11 بعدين الساعة 3، عدم الانتظام في وقت النوم يؤثر على دورة النوم. ترى احنا جسمنا عبارة عن دورات، دورة الاستيقاظ، دورة النوم، فهذه الدورة تختل إذا احنا ما ننام في وقت
خلينا نقول متقارب كل يوم، يعني مثلا اليوم 9 بعد 9 ونص ممكن 10، بس ما يكون في تفاوت كبير في مواعيد النوم. فاحنا الناس اللي عندهم أرق دائما أول نصيحة نقول حافظ على ثبات موعد نومك وموعد استيقاظك، جدا يؤثر في عمل الجسم ويساعد على تنظيم النوم. ثاني شيء مهم جدا ان لما نصير ننام يعني نروح في نوم عميق، مرحله الاحلام والنوم العميق وحركه العين وغيرها، ولازم عشان ندخل في هذه المرحله يعني اذا انت تلاقي صعوبه يعني تلاقي ثلاث ارباع نومك نومك خفيف، يعني تسمع لو حد بطل باب سمعته، لو حد كح تسمعه، معناه انت ما رحت في النوم العميق، ما رح ترتاح في النوم. عشان اذا لقيت الصعوبة عندك تروح في النوم العميق، جهز عمرك قبل النوم بنص ساعة ساعة، طفي الليتات، طفي التلفزيون، خلي تلفونات على السايلنت، خلي بعيد عنك، حتى تجلب التليفون. هذا وايد قلنا من قبل انه في وايد من الناس اكتشفوا انه هم لا يحصلون على النوم العميق. ليش؟ لان التليفون دائما يكون شاشة التليفون الى الاعلى، تي اشعارات وغيرها، كل مرة يومض فيها التليفون يسوي اضاءة تؤثر على العين، العين تفكر احتمال ان حان وقت الصباح يعني. فالشخص يطلع من النوم العميق الى النوم الخفيف او مراحل الاولى للنوم، فنحرص جدا ان التليفون دائما يكون شو مقلوب واحنا نايمين. وطبعا احد اسباب ان نحصل على نوم جيد عشان نقي نفسنا من اصابه ترى وايد امراض مرتبطه ب خلينا نقول عادات النوم السيئه، يعني عدم الحصول على قسط كافي من النوم، عدم الحصول على النوم العميق جزء منها ممكن يؤدي لاصابه مرض السكر، اكيد ارتفاع ضغط الدم وغيره وغيره وغيره. فجزء من تجربه النوم خلينا نقول المخده الجميله، في ناس سنين مخدتهم ما غيروها، عقب يجون العيادات يقولون ركبتنا تعورنا. يا جماعه المخده عنصر اساسي جدا، تخيل انت كل يوم تنام على نفس المخده. يجب ان نحرص ان المخده اللي احنا نحط عليها راسنا كل ليله تكون اول شيء مخدة زينة، يعني مو شرط ندفع مبلغ وقدره في المخدة، هناك مخدات سعرها جدا مناسب، لكن يجب أن توفر الدعم حق ركبتنا وراسنا. لو ما كان في دعم راح يتينا هاللي نسميه احنا بالعامية العصبة، النش الصبح نلاقي شتفنا كامل يعورنا، صداع، نحس عمرنا كأنه ما نمنع عدل. ليش؟ لأن المخدة لم تكن مخدة جيدة. أحيانا تلاقي المخدة وايد ناعمة الراس يغوص فيها، بالتالي ما في دعم للركبة. أحيانا تلاقي المخدة وايد قاسية يسبب لك بعد شد في عضلات الركبة. أحيانا تلاقي المخدة متكتلة، يعني متكتلة في صوب متروسة صوب ما في. فيجب أن نحرص أن المخدة تكون مخدة جيدة. كل حد اليوم بيروح بيتهم يشوف مخدتهم هل هي مخدة جيدة أو لا، ويشوف من كم سنة عند المخدة. طبعا يا جماعة ما ننسى أن المخاد يجب أن تغسل. ما تتخيلون البنات اللي كانوا يجون العيادة عندهم حبوب على جهة معينة مويهم والصوب الثاني ما يكون في شيء. أول سؤال، أنت على أي جهة تنامين؟ تلاقي دائما تنام على جهة معينة هي الجهة اللي تكون فيها الحبوب. ليش؟ لأن المخدة ما حد فكر يغسلها وتنام عليها طول الليل، المخدة فيها حشوة قد تنمو فيها البكتيريا. نحرص أن المخدات تنغسل مرتين في الأسبوع لثلاثة، عرضوهم للشمس عشان تقتل البكتيريا. وطبعا نصايح العامة للنوم دائما نقولها، تعشوا خفيف، خلوا موعد العشاء بعيد عن موعد النوم عشان ما يثقل عليكم، بالتالي ما تحظون أفضل تجربة للنوم. تأكدوا جو الغرفة يكون يعني برودته معتدلة، ما تكون حار، ما يكون بارد بارد وايد. السرير يكون مريح. تأكدوا أن تأخذون يعني تشربون ماء قبل ما تروحون قبل ما تنامون. يعني أخلق لكم تجربة للنوم. النوم هو نفسه عبارة عن تجربة، كل ما خلقت نفسك جو جميل وتجربة أفضل كل ما استفدت من ساعات النوم هذه. وطبعا أكيد عشان نحصل على تجربة أفضل النوم ليلا لازم نقلل القيلولة نهارا، يعني قيلولة 30 دقيقة إلى 45 دقيقة أقصى شيء، وبعد هذا خلاص لازم نشم. مهما حسينا برغبة نحن نبغى نكمل النوم، ف طول فترة القيلولة في نهارا تؤثر على النوم ليلا، فدائما خلوا القيلولة قصيرة. وأنا دائما نصيحتي دكتورة كيف ما ننام وايد، يعني براد والسريتشي ناموا في الصالة عشان الإزعاج مالي هالي خلي ما حد يرقد أصلا. هذه أحسن طريقة، لأن لو رحت غرفة النوم سكرت الليتات والمكيف وهذا ممكن تنامون ثلاث ساعات وبعدين يأثر على جودة النوم في الليل. ومشكلة الناس تدخل عندي في هالدوامة إن تنام العصر ثلاث ساعات لأنها تعبانة من قلة رقاد الليل وترقد في الليل متأخر، فيأثر على دورة النوم عندهم ويأثر على أجسادهم، تحسهم دائما تعبانين، دائما ما فيهم طاقة، وما يفهمون ليش ما عندي طاقة. يقول زين
مثلا نمت 5 ساعات في الليل، نمت 3 ساعات في النهار، بس ما احس ان فيني طاقه، لان على قولة امهات الله يحفظهم ما في شيء يعوض رقاد الليل، نوم الليل غير، لان الجسم مهيئ ان النوم في الليل مع الظلام والهدوء اللي يستوي. فدائما حرصوا على ان تحصلون على افضل تجربه للنوم ليلا. واحنا وصلنا الحين الى ختام برنامجكم برنامج صحه وسعاده. ان شاء الله كنا خفاف عليكم. كان معي اليوم المخرج والمنسق ومساعد وكل شيء نمر محمد عابده، شكرا لك يا نمر، يعطيك العافيه. وكنت معاكم دكتوره ندى الملا. ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى هذه الساعه الاذاعيه، ولا تبخلون علينا بمقترحاتكم لمواضيع تطرح في صحه وسعاده، ضيوف حابين نستضيفهم، مواضيع تهمكم حابين نطرحها. واكيد ما ننسى تاخذون تطعيماتكم الانفلونزا، تطعيم الكوفيد، وحافظوا على لبس الكمام والتباعد الاجتماعي. ما يمنح نطلع ونسير وندور ونتزاور غيره، لكن مع الالتزام بالاجراءات الاحترازيه الى ان يخف هذا الوباء ان شاء الله. ففي نهايه برنامجكم برنامج صحه وسعاده، ان شاء الله انا سوف التقيكم الاسبوع القادم بالحياه. فالتقيكم اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده.